نتكلم النهارده على العنايه بالطفل المصاب بالتلعثم. لا شك ان هذه الظاهره والتي تسمى ايضا بالتأتأة بحاجه للعنايه بسن مبكره، وهناك كثير من الاساليب العلاجيه كمعالجه النطق ومعالجه النفسيه والسلوكيه، ولكن لابد التاكد على ما يمكن ان يقوم به المتلعثم بنفسه ويزويه للتخلص من هذه المشكله. فالهروب والاعفاء وعدم الاختلاط كلها سلوكيات سلبيه يجب الغائها، وتصبح الاحتكاكات بالناس ومواجهه المواقف هي المبدا، كما انه يمكن للمتلعثم ان يقوم بتسجيل كلامه او قراءته على شريط كاسيت لمده ربع ساعه، ثم يستمع لحديثه ليكتشف بعض العيوب المهمه في التلعثم مثل السرعه في الكلام وعدم اخذ النفس والتشديد على بعض الحروف، والتي من الممكن تكرار سماعها عده مرات مما يجعل التلعثم يتحسن تدريجيا. وده طبعا لازم هيقوم بمتخصص يفهمنا نعمل ايه مع الطفل، لانه زي ما قلنا سلوكنا مع الطفل في المنزل قد يصل ل 50% من طريقة العلاج. كما ان البعض يستفيد من الحديث امام المرآة كالانتباه لانه يشد على بعض الحروف او يقطع نفسه يقطع في نفسه. واما المدرسة والجامعة والبيت والمجتمع يجب الا يجعل من التلعثم نقطة تهكم وسخرية وازدراء، وان يكون التعامل مع المتلعثم اكثر تعاطفا وايجابيا وتقبلا حتى نساعدهم على التخلص من هذه المشكله. ولا شك بان هذه المشكله اذا لم تعامل بالاسلوب الصحيح قد تؤدي للقلق والتوتر والخوف والياس، وقد يصل الامر احيانا للتفكير بالانتحار او الاقدام عليه. هناك الكثير من يعانون من هذه المشكله لا يعلموا ان لها علاج، وانه بعض من يصلوا للعلاج يصلوا بعد سنوات طويله لانهم لا يعرفون ان يعالجوا. وفي العلاج قد يكون في بعض الحالات مشترك بين معالجة النطق والطب النفسي، وفي حالات أخرى قد يكون أحدهما. ويستغرب الكثير من الناس عن علاقة التلعثم بالاضطرابات النفسية، سواء كان منفردا أو ترافق مع الرهاب الاجتماعي والخوف والتجنب والمضاعفات الأخرى والمعالجات. بالإضافة الإرشادات السلوكية تشمل معالجات دوائية متخصصة بتؤدي للشفاء في معظم الحالات، وفي بعض الحالات الشديدة إذا لم يكن هناك شفاء كاملا قد يكون تحسنا إلى درجة كبيرة بتسمح للمريض بمتابعة حياته والتكيف مع بقايا المشكلة إن وجدت. مع السلامة.